بس برضه مع كلام توفيق صعب. ما هو التوفيق ده، التوفيق ده عامل مهم جدا كبير جدا. معلش يا جماعه بس عشان انا اللقطه دي بالنسبه لي لقطه مهمه جدا 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 الحقيقه. لو تقدر تجيب طبعا ده كان هدف الثاني اعتقد الثاني ده الثاني لما وليد ازارو بص الكابتن خطيب بص الاستاذ عامر فاروق بص يعني استاذ خالد الدرندلي يعني الناس ايه كابتن خطيب من المرات القليله جدا اللي بشوفه بيبقى متاثر بشيء يعني او منفعل يعني انفعاله دائما ما يكون بهذا الشكل. وقبل المباراه بساعه كانوا فين؟ وقبل المباراه كانوا بيسلموا بالظبط كده. وبالتالي الحقيقه بالنسبه لي اللقطه دي برضو لقطه مهمه جدا ولقطه بتوري الناس قد ايه الضغط على زي ما الناس مضغوطه زي ما جمهور النادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي مضغوطين. بصوا حضراتكم برضو مجلس الاداره اللعيبه احنا شفناهم في الملعب قد ايه مضغوطين الحقيقه وقد ايه شفنا برضو يعني انا وبلال كنا بنتفرج قلت له او قال لي بص على بص شكل مارتن لاسارتي عامل ازاي كله مضغوط جدا كله بص اللقطه دي بالنسبه لي برضو لقطه مهمه جدا لانها دي لقطات ايه يا جماعه احنا دي لقطات ناس محبه اكتر منها ناس مسؤوله خد بالك بالظبط كده ناس يعني ناس يعني منفعله بحب يعني فاهم قصدي يعني حد بيشجع فاهم قصدي لا بيشجع وحاسس بالظبط يعني انت ممكن بتشجع وما انتش حاسس باللعيب لكن هو حاسس باللعيبه يعني كله قدامك دول يعني شاعرين باللعيبه شاعرين شاعرين بالجمهور شاعرين بالضغوط كل دي بس احنا كنادي اهلي يا كابتن احنا كنادي اهلي مثلا مجلس الاداره عملوا اشياء جيده جدا وجابوا لنا لعيبه كويسه قوي كره في ملعب اللعيبه